السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في حلقة أخرى من Embedded Systems Minutes ESM. من كام يوم كان عيد ميلادي، وكان برضو ذكرى مرور سنة واحدة على بداية ESM. عدت سنة واحدة بالضبط على بداية ESM، وكان نفسي طبعا لما بدأت البروجرام ده انه يكون اسبوعي، تنزل حلقة كل اسبوع، ولكن طبعا ظروف وضغوطات الحياة، البيت والدراسة والشغل والكلام ده، كل الكلام ده كان بيساهم في صعوبة الاستمرار بشكل دوري. وان شاء الله اتمنى يعني السنوات القادمة تكون احسن. طبعا انتوا لو بصيتوا في عدد الحلقات اللي نزلت حتى الان في البلاي ليست، مش نفس عدد الاسابيع في السنة، طبعا اقل، فان شاء الله يعني فيما بعد الموضوع ده يتحسن. وان شاء الله الحلقه برضو بتاعه النهارده دي تكون مميزه شويه، هنبدا في موضوع انترستينج وان شاء الله يكون مفيد ويكون في اضافه حلوه لكل الناس. كاباسيتيف تاتش سينسينج تكنولوجي، طبعا يا شباب هيكون في العديد من الحلقات في الموضوع ده بعد كده، ودور الحلقه بتاعه النهارده دي هي هتكون برزنتيشن طويل شويه عن الكاباسيتيف تاتش سينسينج تكنولوجي بشكل عام. اما الحلقات اللي بعد كده ان شاء الله في نفس الموضوع ده هتكون عمليه وهتكون امبلمنتيشنز، وهنشوف فيها ازاي نعمل كودينج ونعمل تصميم للدائره الالكترونيه والسيستم ونعمل ليه تيستنج كمان، ولكن النهارده بس هيكون برزنتيشن والشرح النظري للاساس العلمي اللي ورا الموضوع ده. وحابب برضو ابدا بالكلام عن الريزيستيف تاتش سينسينج، على اساس ان دي كانت تكنولوجي سابقه كانت منتشره من سنين قبل ما الكاباسيتيف تاتش تكنولوجي تظهر وتسحب منها الاضواء وتنال حب واعجاب اليوزرز. الريزيستيف تاتش سينسينج كانت بتعتمد على ريزيستيف فيلمز، كانت شبكه من الريزيستيف فيلمز كانت بتتحط في السكرين. الطبقه اللي من تحت دي بتكون من الجلاس او الاكريليك، وبعديها مباشره بيكون في ريزيستيف لاير، دي اللي من تحت، واللاير تانية ريزيستيف من بره، واللي من بره خالص دي البلاستر فيلم. البلاستر فيلم ده بيكون ماده مطاطيه، وفي النص عندي بيكون في انسوليتنج بادز، تمام. فالتاتش بتاع الشاشه دي كان بيتطلب انك تضغط عليها، سواء ضغطت بصبعك او ضغطت بحته حديده او حته بلاستيك، تمام. دي يا شباب الشاشات اللي كانت في الموبايلات او العدد الصيني بتاعت زمان خالص، اللي هي N95، ولان الكلام ده مش عارف اذا كان لسه في ناس فاكره الكلام ده ولا لا، بس هو يعني كانت ايام الجيل الذهبي للموبايلات. التاتش بتاعها كان صعب وكان فيه حبه غلاسه، لكن الموبايلات دي بالذات كانت بتتميز بالصوت العالي، وان الامبليفايرز فيها قويه والسماعات بتاعتها بتعمل صوت لحد اخر الدنيا. المهم يعني انك كان لازم تضغط على الشاشه عشان يحصل تلامس وتتغير قيمه الريزيستنس. طبعا الريزيستيف فيلمز بتكون معموله على شكل شبكه من ورا الشاشه، فانت لما بتضغط باصبعك على اي مكان معين، فطبعا ممكن احدد قيمه الريزيستنس الافقيه والراسيه، واعرف احدد البوزيشن بتاع الصباع، انت لمست الشاشه دي في اي حته، احداثيات اكس وواي، اعرف اطلع اكس وواي من خلال التغير في المقاومه. وطبعا بعد تحديد مكان التاتش خلاص اليوزر انترفيس هيبدا يتفاعل مع اللمسه بتاعه اليوزر. دي كانت التكنولوجي المستخدمه سابقا. اما الكاباسيتيف تاتش سينسينج تكنولوجي فدي بتشتغل بطريقه مختلفه. لو افترضنا ان دي الماده المصنوعه منها البي سي بي او البرينتد سيركت بورد، ممكن تكون مثلا من الفايبر جلاس، تمام. اللير اللي من تحت دي فيها الجراوند، فده الجراوند باد وده التاتش باد، دي بتكون قطعه من النحاس، وهي دي اللي انت هتلمسها بصبعك بعد كده، تمام. وبنحط عليها من بره طبقه من اي ماده عازله شفافه بغرض البروتكشن، ممكن تكون بلاستيك شفاف او ممكن تكون جلاس او اي ماده. فبدون ما تحط اصبعك على التاتش باد، اساسا في ما بين التاتش باد والجراوند في كاباستنس. الكاباستنس دي هي الستري كاباستنس بتاعت السنسور، في ناس برضو بتسميها التي اس او السنسور كاباستنس. وقيمه الكاباستنس دي يا شباب بيتم تعيينها من العلاقه دي، ابسلون للوسط اللي بيفصل ما بين التاتش بادز او الطرفين بتوع المكثف في الاريا اللي هي الاين، على الدي اللي هي المسافه ما بين البادز دي. فانا عندي هنا الدي والابسلون بتاعت الماده دي اللي هي الفايبر جلاس مثلا، فهعرف الكاباستنس بتاعت السنسور، وهي عاده بتكون قيمه صغيره للغايه مقارنه بالكاباستنس اللي بيعملها صباعك لما تحاول تقترب من التاتش باد. بيتم عمل موديلنج للمسه الصباع او اقتراب الصباع من الباد دي كانه مكثف متوصل على الجراوند، فهو كده بارلل مع التي اس، تمام. ففي حاله ان مفيش حد لامس التاتش باد، هي في كاباستنس اللي هي السي بي، تمام، او السي اس يعني بتاعه السنسور دي لوحديها، لما تحط اصبعك الاثنين كده اصبحوا بارلل مع بعض، فقيمه الكاباستنس زادت، تمام. فاحنا بنديتكت زياده في الكاباستنس دي ونعرف ان حصل لمس للباد، او حتى ان في بروكسيميتي من الباد، يعني مش لازم تلمس الباد، يكفي فقط الاقتراب من التاتش باد. التاتش باد يا شباب ممكن تكون حته مثلا بي سي بي او حته نحاسه زي دي، كل ما زادت الاريا بتاعتها كل ما كانت السنسيتيفيتي عاليه. ولكن انا هنا ممكن احفر مثلا او ارسم يعني كذا مربع صغيرين، فبكده انا عملت تاتش كيباد. ممكن برضو اعمل سلايدر او اعمل روتري سويتش، طبعا في ديزاينز مختلفه للكلام ده ان شاء الله هنشوفها في الحلقات المستقبليه، ولكن النهارده احنا ايه بنعمل انترودكشن للموضوع ده. طبعا يا شباب حكايه ان الموديلنج للصباع لانه كاباستنس دي وراها فيزكس،
في شويه فيزيكس ورا الكلام ده، ورا الافتراضيه دي. فطبعا اللي حابب يبحث اكتر في الموضوع ده ممكن يدور عليها. هنا هشرح اتنين من الميثودز المستخدمه في الكاباسيتيف تاتش سنسنج، السلف كاباسيتانس ميثود والميتشوال كاباسيتانس ميثود. تعالوا نبدا مع السلف كاباسيتانس ميثود، ودي بيكون فيها الكترود واحد فقط، واتفقنا ان الالكترود دي ممكن تكون قطعه من الالومنيوم او ممكن برضو تكون قطعه من النحاس على البي سي بي بتاعتك، والبي سي بي ممكن تعمل عليها كذا الكترود. في السلف كاباسيتانس ميثود احنا بنستخدم الكترود واحد فقط، يعني نفس الكونسبت اللي احنا ناقشناه من شويه اللي هو ده، بيكون عندي الكترود واحد فقط، والموديلنج بتاعه هو تخيل ان في كاباسيتانس ما بين النقطه دي والجراوند. فلما تقترب بصبعك من الالكترود بتبدا تزيد الكاباسيتانس ويبدا يزيد التايم كونستانت. فانا لو كنت بستخدم المايكرو كنترولر بتاعي ده علشان اعمل شحن للكاباسيتانس بتاعه الالكترود، فهلاحظ يا شباب ان في العادي في حاله ان مفيش تاتش هيكون ده الكيرف بتاع شحن المكثف. واول ما تبدا تقترب بصبعك من الالكترود بتبدا تزيد الكاباسيتانس، ولما يحصل تلامس بتكون الكاباسيتانس وصلت للماكسيمم فاليو. ففي الحاله دي لو بصيت، لو حبيت تشوف يعني شكل الكيرف بتاع شحن المكثف، هتلاحظ ان هو بالشكل ده. حصل ديلي او حصل تاخير، وده بسبب زياده التايم كونستانت. كل ما زاد التايم كونستانت كل ما كان عمليه الشحن بطيئه. فبالتالي انا ممكن استخدم بين تانية من المايكرو كنترولر واراقب عمليه الشحن دي واشوف التايم بتاعها. في حاله النون تاتشنج ده التايم اللي هياخده المكثف عشان يشحن، وفي حاله التاتشنج ده التايم اللي هياخده المكثف علشان يشحن. فالزياده بتاعه الكاباسيتانس واللي بتنشا من عمليه التاتشنج يمكن ايضا ترجمتها الى زياده في التشارجنج تايم، وده اللي احنا ممكن نعمل ليه مراقبه بالمايكرو كنترولر فنعرف اذا كان حصل تاتش ولا لا. هي دي الفكره بتاعه السلف كاباسيتانس ميثود. احد العيوب بتاعه السلف كاباسيتانس يا شباب هي ان انا لما اعمل كذا الكترود على البي سي بي ويكونوا قريبين من بعض، الماجنتيك فيلد اللي طالع من كل واحده منهم بيكون قوي لدرجه ان هو بيأثر على الالكترودز المجاوره ليها، وبيكون صعب اني اعمل كنترول على قوه الماجنتيك فيلد ده. فبالتالي ممكن ينشا عنه اخطاء بسيطه في تحديد انهي باد اللي الضغط عليه. فلو حبيت اعمل تاتش كيباد باستخدام السلف كاباسيتانس ميثود هيكون صعب شويه، ولكن هضطر ان انا ابعد البادز دي عن بعض او ابعد الالكترودز دي عن بعض عشان ما تاثرش على بعض. هنا بتظهر ميزه الطريقه الثانيه وهي الميتشوال كاباسيتانس ميثود. في الميتشوال كاباسيتانس يا شباب بيكون عندي 2 بليتس او 2 الكترودز وبينشا ما بينهم ماجنتيك فيلد. وطبعا احنا عارفين ان جسم الانسان حتى لو ليه مقاومه هو في الاخر موصل، طالما هو موصل للكهربيه اذا لو دخل على اي ماجنتيك فيلد هيبدا يديستورت الماجنتيك فيلد ده ويبدا يسحب شويه من خطوط الفلكس. فلما تبدا تقترب بصبعك من الاثنين الكترودز، واحد منهم ترانسميتر والتاني ريسيفر، تمام، في شويه من الفلكس لاينز هتروح ناحيه صباعك ويبدا الماجنتيك فيلد ما بين الاثنين يضعف، ولما يضعف ده بيتحول الى ضعف او نقصان في الكاباسيتنس، وده برده ممكن نعمل ليه قياس او تحديد. دي الطريقه الثانيه للكاباسيتيف تاتش سنسنج غير السلف. الميزه بتاعه الطريقه دي عن السلف هي ان احنا ممكن نعمل ديزاين للالكترودز دي بتاعه الترانسميتر والريسيفر بشكل زي كده، هو مثلا اللي من بره ده مثلا يكون الترانسميتر او الريسيفر والتاني جواه على نفس البي سي بي، تمام. فبالتالي انا ممكن احط اثنين ادجيسنت او اثنين قريبين من بعض بدون ما ياثروا على بعض. لو عملت تصميم للكيبات بالطريقه دي فيكون في ميزه واعية ان الماجنتيك فيلد هيكون كنترولد ومحبوس بداخل الاريا دي، وبالتالي لما احط صباعي هنا اهو فانا كده باثر على الماجنتيك فيلد اللي شايفه الريسيفر ده واللي كان طالع من الترانسميتر ده، والالكترود المجاور ليه مش هيتاثر لان برضو في ترانسميتر وفي ريسيفر والاثنين شغالين زي الفل مفيش مشاكل، لان صباعي ما اقتربش من الحته دي وما اثرش على الماجنتيك فيلد المتركز في المنطقه دي. وكمان ممكن برضو الترانسميترز والريسيفرز يتوصلوا مع بعض على هيئه ماتريكس، وده برضو هيساعد في تقليل عدد الاي اوبنز. فتحديد انهي طريقه من الاثنين دول انسب للابلكيشن بتاعك ده طبعا هيكون متوقف على طبيعه الابلكيشن بتاعك وانت عايز فيه ايه بالظبط. حاليا تعالوا نشوف الهاردوير موديولز المعموله عشان الكاباسيتيف تاتش سنسنج من شركات الهاردوير والمايكرو كنترولرز سبلايرز المختلفين، وهنبدا بالشركه دي. هنبدا برينيسوس، وده الهاردوير بتاع الكاباسيتيف تاتش سنسنج في ار اكس 113 جروب، ده اعتقد 32 بت مايكرو كنترولرز، والهاردوير اللي فيها اللي بيسمح بالكاباسيتيف تاتش سنسنج اسمه كاباسيتيف تاتش سنسنج يونت او سي تي اس يو، هو ده الهاردوير موديول بداخل الرينيسوس مايكرو كنترولرز اللي بيعمل كاباسيتيف تاتش سنسنج. بيدعم برضو الطريقتين اللي احنا شفناهم من شويه، السلف كاباسيتنس والميوتشوال كاباسيتنس. السلف كاباسيتنس بيكون فيها الكترود واحد، والميوتشوال بيكون فيها اثنين الكترودز، واحد ترانسميتر والثاني ريسيفر. الهاردوير بتاع الموديول ده بيعمل تشارجنج وديسشارجنج للالكترود واللي هو عباره عن مكثف، وخلال السبيسيفيك بيريود من التايم دي بيعمل ايه؟ بيعمل عد للكلوكات بتاعه السي بي يو باستخدام كاونتر طبعا، وكل ما كان المكثف ده اكبر كل ما كانت التايم دي اكتر، وكل ما حصل عد لعدات اكتر في الكاونتر. ولما تبعد صباعك عن الالكترود قيمه الكاباسيتنس هتقل، وبالتالي الفتره بتاعه التشارجنج والديسشارجنج هتكون اقل، وبالتالي الكاونتر هيعد عدد اقل من الكاونتس. تعالوا نشوف بعد كده في ايه. ده البلاك دياجرام بتاع السي تي اس يو، والدياجرام اللي تحت ده بيوضح عمليه الشحن للالكترود. بنوصل بنعمل اغلاق للسويتش رقم 1 فبنعمل شحن للالكترود، والسويتش رقم 2 بيكون مفتوح، تمام. بعد كده في الدياجرام اللي وراه
بنفتح واحد وبنغلق اثنين، فيحصل discharging للالكترود في الجراوند، وبيتم عمل عد للكلوكات دي. وعشان نميز ما بين التاتشنج والنون تاتشنج، زيادة الكاباستنس معناها ان في تشارج اكتر بتخزن على الكاباستنس دي، والديسشارجنج هياخد وقت اطول. عشان كده الكاونتر هيعد عدد اكبر من العداد في حالة التاتشنج، وفي حالة النون تاتشنج عدد الكاونت هيكون اقل، والديفرنس ما بين الاثنين دول هو اللي على اساسه بنحدد اذا كان في تاتش ولا لا. ده بالنسبة للهاردوير اللي في رينيسيس مايكرو كنترولرز. تعالوا نشوف بعد كده معانا مين. معانا بعد كده الهاردوير بتاع ST مايكرو الكترونكس، ده اللي هو STM32 مايكرو كنترولرز. الهاردوير موديول اللي بيسمح بالكاباستيف تاتش سنسنج في المايكرو كنترولرز دي بيسموه تاتش سنسنج كنترولر او TSC، ودي الفيتشرز بتاعته. بيسبورت اب تو 21 كاباستيف سنسنج شانلز، وممكن تشغل 7 شانلز مع بعض ان بارلل. بيكون في سامبلنج كاباستور واحد لحد 3 كاباستيف سنسنج شانلز، وهنشوف برضو السامبلنج كاباستور ده بيكون دوره ايه في الهاردوير بتاعهم. الفور بنز دول في اي او جروب واحد، ودول جروب 2 جروب 3 وهكذا. وتعالوا نشوف ازاي التي اس سي موديل بيشتغل. ده بلاك دياجرام برضو لاي او جروب، ده جروب 1. جروب 1 عندي فيه 4 اي او بنز، 1 2 3 4، 3 منهم ممكن توصل عليهم الكترودز، والبن الرابعه دي اللي بيكون عليها السامبلنج كاباستور او التي اس. الفكره بتاعه الموديل ده شباب بيشتغل ازاي، بيحصل فيه سيرفيس تشارج ترانسفير اكويزيشن. بنعمل ايه؟ بنفضل نعمل ترانسفير للشحنه المخزنه على الالكترود ونوديها للسامبلنج كاباستور مره ورا مره ورا مره ورا مره لحد ما الفولت على السامبلنج كاباستور يوصل لثريشولد معين، تمام؟ ففي حاله الشباب ان حد كان لامس مثلا الالكترود ده والمكثف كانت القيمه بتاعته عاليه، فبالتالي هيخزن شحنه اكتر، فهيحصل كام عمليه تشارج ترانسفير لحد ما المكثف ده يوصل للثريشولد فولتج. هنفترض مثلا سي 10، تمام؟ فرضا انت شلت صباعك من على الالكترود ده، القيمه بتاعت الكاباستنس دي اصبحت صغيره، فبالتالي انا هحتاج عدد اكبر من التشارج ترانسفير للمكثف بتاعي اللي هو السامبلنج ده عشان يوصل للثريشولد فاليو بتاعته. ونفترض مثلا هعوز 30 عمليه تشارج ترانسفير، فبالتالي انا كده هعرف اميز اذا كان في تاتشنج ولا لا على اساس عدد عمليات التشارج ترانسفير اللي بوديها للسامبلنج كاباستور بتاعي، تمام؟ السامبلنج كاباستور ده بيشتغل مع الثلاث الكترودز، وطبعا لازم تعملهم على التوالي. كل اي او جروب ممكن تعمل ليه اكوزيشن ان بارلل، وبالتالي الهاردوير بتاع ST مايكرو الكترونكس بيشتغل بطريقة السيرفيس شارج اكوزيشن. تعالوا نشوف بعد كده هاردوير مختلف من شركة مختلفة برضو. الشركة دي هي NXP، وده اسم الارم بيز مايكرو كنترولرز فاميلي، والهاردوير اللي فيها بتاع الكاباستيف تاتش سنسنج بيسموه تاتش سنسور. برضو نفس النظام، بيدعم السيلف كاباستنس والميوتشوال كاباستنس، والطريقة اللي بيشتغل بيها برضو هي السيرفيس شارج ترانسفير، تمام؟ التشارج ترانسفير ميثود هي الطريقة اللي بيشتغل بيها. فبالتالي في حاله التاتش يا شباب انت بتوزع عدد اقل من عمليات التشارج ترانسفير، ولكن في حاله النون تاتشنج قيمه المكثف هتكون صغيره، وبالتالي انت عايز عدد اكبر من التشارج ترانسفير اوبريشنز، وبالتالي دي الطريقه اللي بنميز بيها ما بين التاتش والنون تاتش. في حاله التاتش الكاباستنس هتكون عاليه وهعوز عدد اقل من السيرفيس تشارج ترانسفير اوبريشنز، وفي حاله ان مفيش حد لامس الالكترود بالتالي الكاباستنس دي صغيره، وبالتالي هعوز عدد اكبر من عمليات السيرفيس تشارج ترانسفير. اعتقد بس ما فيش شيء تاني ممكن اشرح في الحته دي. بعد كده تعالوا نشوف الهاردوير بتاع مايكرو تشيب. مايكرو تشيب بتعمل 3 هاردوير موديولز مختلفه للكاباستيف تاتش سنسنج في المايكرو كنترولرز بتاعتها. تعالوا نبدا مع المايكرو كنترولر اللي هو 16F1823 او 12F18. الهاردوير موديول ده اسمه كاباستيف سنسنج موديول او CPS، تمام؟ في منه نسخه تانية برده كانوا عاملينها في المايكرو كنترولرز القديمه. الهاردوير موديول ده فيه انالوج مالتيبلكسر بيسلكت الانالوج شانل اللي انت هتوصل عليها الالكترود بتاعك، هتوصل الالكترود على واحده من الانالوج شانلز دي، تمام؟ وبعد كده هو هيسلكت واحده بس، فبالتالي انت مش هتعرف تاكواير الشانلز دي مع بعض، الاكويزيشن لازم تحصل ورا بعض، يعني واحده بس اللي هتكون شغاله في الوقت الواحد. وبما ان ده بيشتغل كمكثف، لو حطيت صباعي كده اهو، فبالتالي ده كده كاباستنس، فهو بياخد الكاباستنس دي ويدخلها كجزء من دايره اوسيليتور، تمام؟ والفريكوانسي بتاعه الاوسيليتور دي بتعتمد على مين؟ بتعتمد طبعا على قيمه الكاباستنس. فبالتالي لما يحصل تلامس او لما يحصل بروكسيميتي وصباعي يقترب من الباد، ده هيعمل فريكوانسي شيفت، والفريكوانسي شيفت دي هيستخدم تايمرز عشان يعمل ليها ديتكشن ويعرف اذا كان حصل تاتش ولا لا. دي الطريقه اللي بيشتغل بيها السي بي اس موديول في المايكرو كنترولرز بتاعه مايكرو تشيب. ده دايجرام تاني بيوضح الدايره بتاعه الاوسيليتور، تمام؟ هنا هتوصل التاتش باد بتاعتك، وطبعا بالمالتيبلكسر هتختار الشانل اللي هتكون شغاله، والسيجنال اللي بتطلع دي هياخدها على التايمر ويعمل قياس للفريكوانسي بتاعها ويحدد اذا كان في تاتش ولا لا. ده دايجرام تاني برضو للسي بي اس. في النسخه دي انت ممكن يكون عندك 16 شانل للكاباستيف تاتش سنسورز، ممكن توصل عليهم 16 كاباستيف تاتش سنسورز او الكترودز زي دي.
بتسلكت الشانل طبعا، وقيمه الكاباسيتنس دي بتاثر على دايره الاوسيليتور دي، فبيحصل فريكوانسي شيفت وتعمل ليه قياس باستخدام التايمر موديولز بتاعتك عادي خالص. ده كان اول هاردوير موديول من مايكرو تشيب. تاني هاردوير موديول من مايكرو تشيب هو التي تي ام يو او التشارج تايم ميجرمنت يونت. من طبعا من الاسم بتاعها اليونت دي بتعمل ايه؟ بتعمل قياس للزمن بتاع التشارجنج للكاباسيتنس. كل ما كانت الكاباسيتنس عاليه كل ما كان التشارجنج تايم اكبر. اعتقد حتى من اسم الموديول احنا عرفنا هو بيشتغل ازاي. ده بيكون في البيك 32 مايكرو كنترولرز، وبرده بيكون في عائلات البيك 16 اف مايكرو كنترولرز، ولكن طبعا الحديثه منها. ده الهاردوير موديول بتاع السي تي ام يو. طبعا انا مش هطول في الكلام ده، انا بس بعمل اوفر فيو للهاردوير موديولز المختلفه من الشركات المختلفه في المايكرو كنترولرز المختلفه، وان شاء الله في حلقات بعد كده هنبدا نمسكهم واحد واحد ونستخدمهم بشكل عملي. وزي ما اتفقنا النهارده ده مجرد برزنتيشن لكل الهاردوير المتاح اللي ممكن تقوم باستخدامه للكاباسيتيف تاتش سنسنج. اخر موديل معانا من مايكرو تشيب برده هو الكاباسيتيف فولتج ديفايدر او السي في دي، ودي يا شباب بتكون فيتشر مضافه في الاي دي سي. دي فيتشر في الاي دي سي بتاع مايكرو تشيب في بعض المايكرو كنترولرز زي ده بيك 18 اف 24 كي 42، بتكون فيه الفيتشر دي. يعني هو مش موديل معمول عشان يكون كاباسيتيف تاتش سنسور، ولكن طبعا ممكن يستخدم للغرض ده. الطريقه اللي بيشتغل بيها ممكن تعتبر كومبلكس شويه، ولكن ان شاء الله برده هيتم شرح الطريقه دي بالتفصيل. ولكن النهارده برده خلونا ناخد عنها اوفر فيو ونعرف تقريبا ايه اللي بيحصل. الاي دي سي يا شباب اللي في الهاردوير ده ممكن يستخدم عشان يعمل قياس للريلاتيف كاباسيتنس، اللي هي الكاباسيتنس النسبيه ما بين مين؟ ما بين السامبلنج كاباستور. السامبلنج ده بتاع مين؟ السامبلنج ده بتاع الاي دي سي. احنا عارفين الاي دي سي عشان يعمل كونفرجن بياخد سامبل على السامبل كاباستور بتاعه، وبعدين يفصل الشانل وبعدين يعمل لها كونفرجن. فالسامبلنج كاباستور اللي هو الكاباستور الصغير ده اللي بيكون انترنال بداخل المايكرو كنترولر هيكون متوصل ان بارلل مع التاتش باد بتاعتك اللي من بره، تمام؟ فاحنا بنعمل ايه؟ فبنعمل سامبلنج او بنعمل اكوزيشن على مرتين. المره الاولى بنسميها سامبل اي او فيرست سامبل، والمره الثانيه بنسميها سامبل بي او السكند سامبل. انا بيكون عندي اتنين كاباستورز، ده بداخل المايكرو كنترولر، والتاني دي طبعا البين بتاعت المايكرو كنترولر، وده اللي هو مين؟ ده اللي هو الالكترود او التاتش باد بتاعتي، تمام؟ فكده الاثنين دول متوصلين مع بعض، او انا ممكن افتح المالتيبلكسر ده وافصلهم عن بعض، وده اللي احنا شفناه في الدياجرام ده. انا ممكن اعمل شحن للمكثف اللي بره او اعمل ليه تفريغ، كذلك برضو السامبلنج كاباستور ممكن اعمل ليه شحن او تفريغ. فاللي بيحصل ايه؟ ان في الفيرست سامبل دي بروح عامل بري تشارج، بشحن مين؟ بشحن الاي دي سي سامبلنج كاباستور اللي هو المكثف الصغير خالص اللي بداخل المايكرو كنترولر، بعمل له شحن. في نفس الوقت ده برضو السامبلنج كاباستور اللي بره بيكون ديسشارجد او فاضي ما فيهوش اي شحنه، وبعمل ايه؟ وبروح موصل الاثنين ببعض، تمام؟ في مكثف منهم اكبر من الثاني اللي هو اللي بره، تمام؟ فبالتالي السامبلنج كاباستور اللي كان عليه 5 فولت هيبدا يعمل تفريغ في مين؟ في المكثف اللي بره. فالمكثف اللي بره يبدا يشحن، والفولتج يستقر عند قيمه معينه ايا كانت القيمه دي. هنعمل كونفرجن بالاي دي سي وناخد قيمه الفولتج دي، كويس؟ تمام. بعد كده في السكند سامبل هروح عامل ايه؟ هروح عامل بري تشارج للمكثف اللي بره، ده بتاع مين؟ ده بتاع الالكترود، كويس؟ فحاليا هو عليه 5 فولت، وفي نفس الوقت انا عملت ديسشارجنج للانترنال كاباستور بتاع الاي دي سي، فهو فاضي اهو، وبعدين اروح موصل الاثنين مع بعض، هوبا السامبل الكاباستور هيستقر عند فولتج اعلى، فكده حصل تشارجنج لده، وده عمل ديسشارج، والفولتج دي القيمه بتاعته، هعمل كونفرجن بالاي دي سي، اخد الفولت ده، والديفرنس في الفولتج ده معناه ان في ديفرنس في الكاباستنس، ودي الطريقه اللي بعمل بيها ديفرنشال كاباستيف سينسنج. كده دول 3 هاردوير موديولز للكاباسيتيف تاتش سنسنج من مايكرو تشيب. في موديول الرابع برضه هو البي تي اس، ده في الارم مايكرو كنترولرز بتاعه مايكرو تشيب، ولكن عشان ما اطولش عليكم وعشان كده كده الفيديو نظري ممكن يكون ممل لبعض الناس، فبكده تنتهي الهاردوير موديولز اللي معانا. فاحنا كده يعتبر اخذنا فكره سريعه عن الكاباسيتيف تاتش سنسنج، وعرفنا ازاي التكنولوجي دي بتشتغل، عرفنا الطريقتين المختلفتين للسنسنج، وشفنا الهاردوير موديولز المختلفه في المايكرو كنترولرز المختلفه من الشركات المختلفه، تمام؟ ففي الحلقات القادمه ان شاء الله عن الموضوع ده هيكون في ايه؟ هيكون في الهاردوير موديولز اللي احنا شفناها. كل الموديولز دي هنمسكهم واحد واحد، كل واحد منهم طبعا في حلقه مستقله، نشرح الموديول بشكل تفصيل اكتر. انا يمكن بس اديتكم كده اوفر فيو سريعه عن الفكره بس، ولكن ان شاء الله هننفذها بشكل عملي لكل واحد من دول. ده رقم واحد. رقم اتنين، ايه الطرق المختلفه اللي اعمل بيها تصميم للالكترودز على البي سي بي؟ هنشوف ازاي نعمل تصميمات مختلفه للكاباسيتيف تاتش سنسورز على البي سي بيز وننفذها عملي برده مع بعض ان شاء الله. تالت شيء واهم شيء هو افرض مثلا مش معايا ولا مايكرو كنترولر من المايكرو كنترولرز او الهاردوير اللي احنا شفناه من شويه ده، فرضا يعني معايا مايكرو كنترولر صغير من مايكرو تشيب زي ده،
بيك 16F628 او اتميجا 8 او اي تايني او اي مايكرو كنترولر من المايكرو كنترولرز الصغيره اللي ما فيهاش هاردوير بتاع كاباسيتيف تاتش سنسنج. فهل ينفع استخدم مايكرو كنترولر زي كده مش في اي هاردوير من اللي احنا شفناه الكلام ده كله كل الهاردوير موديلز المختلفه دي ولا لا؟ اجابه السؤال ده هي طبعا مش لازم يكون معاك اي شيء من الهاردوير ده، ممكن باستخدام اي مايكرو كنترولر صغير انك برضو تعمل كاباسيتيف تاتش سنسرز، وده اللي ان شاء الله هنشوفه في الحلقات القادمه للموضوع ده من اي اس ام. هسميها بيزك كاباسيتيف تاتش سنسنج، ودي هنستخدم فيها مايكرو كنترولرز ما فيهاش هاردوير بيدعم الكاباسيتيف تاتش سنسنج. وبكده تنتهي الحلقه دي، اتمنى تكونوا استفدتوا، واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.